اهبل ولا ولا ما تسمعش حاجه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. مين فيكم اللي هيكشف؟ يا حضرتك بس بعد اذنك دقيقه واحده. اتفضل. حضرتك يعني اللي معايا هو اللي هيكشف لانه غبي جدا يعني. انا بس مفهمه ان انا اللي هكشف عشان يوافق يجي معايا هنا يعني. بس انت كمان لازم تكشف. حضرتك يعني اكشف ليه يعني؟ ده هو اللي هيكشف. هو غبي جدا. هو ما تخيرش عن الحيوانات اللي مرسومه على الحيطه. ده غبي جدا جدا يعني. مش انت اللي تقول، انا اللي اقول. طيب حضرتك انا اكشف ليه يعني؟ عشان يحس ان انت عيان بجد. ايوه صح صح صح، الله ينور عليك يا دكتور. يعني اكشف كده وكده يعني؟ لا، انت هتقعد على جهاز كشف الغباء. ماشي، بس برضو يعني مش كشف حقيقي ده، كده وكده طبعا. بس المهم بقى تدفع الكشف. حضرتك ادفع الكشف؟ ما انا دفعت الكشف بره عند الانسه اللي واقفه بره يعني. لا، انت دفعت على راس واحده، انا دلوقتي هكشف على راسين. راسين ايه حضرتك وانت بتكشف على خرفان يعني؟ حضرتك احنا بني ادمين، ايه راسين دي؟ ايوه، طب قول لي انت، الذكاء والغباء بيبقى موجود فين؟ مش في الراس؟ ايوه صح صح. ايوه بس حضرتك ما دام انا هكشف كده وكده ادفع بقى كده وكده. مين قال لك ان انا هكشف كده وكده؟ انا هكشف عليك بجد، وبجد قوي كمان، عشان تبقى مسبوكه قدام صاحبك. ايوه صح يا دكتور، والله الله ينور عليك. مش عارف اقول لحضرتك، اتفضل. استفتحك قشطه ان شاء الله. يلا عندها بقى صاحبك ترزي. رمزي حضرتك، رمزي. يلا يلا رمزي. يا دكتور يخرب بيتك. انا اسف ادول. اسف. شوف الدكتور عايز كام. نعم حضرتك. تعالى عشان هتقعد على جهاز كشف الغباء. كشف الايه؟ كشف الكذب يعني، عشان الدكتور يشوفنا انا كذاب ولا مش كذاب. طب وانا مالي يا دول؟ انا مش كذاب، انا مال انا؟ يعني بص، مش انت ابن عمي يلا يا رمزي؟ ايوه دول. طيب يعني اللي يفيدك يضرني واللي يضرني يفيدك؟ صح. شفت بقى؟ صح يا دول. اقعد هنا؟ هنا. عرفته من بطوس طبعا. الف سلام عليك يا دول يا رب. ايه ده؟ ايه البرنيطة دي؟ الدنيا هتنطر؟ لا ده جهاز رسم المخ. خير يا دكتور؟ لا خير تمام، الجهاز ابتدى يدخن اهو. مبطل بقى. قوم يا ابني. شكرا يا دكتور. تقدر تتفضل بره يا استاذ رمزي. استاذ رمزي؟ يا انا اول مره في حياتي حد يحترمني ويقول لي يا استاذ. لا انا بلاش لك، يا اطلع بره. الله. شفت يا دكتور، يعني حضرتك ما بيجيش غير بكده فعلا. يلا دورك انت يا استاذ. حضرتك دوري ليه؟ ما خلاص هو خرج يعني، مش عايزين نعمل تمثيليه على حد يعني. ده مخ طفل، ده ممكن شوف حاطط شفاطات ممكن يتصنط. طيب ماشي يا دكتور، حضرتك قادره طبعا. مسائل النفسيه دي سيبها لي. ماشي. هي دي كهرباء ولا حاجه يا دكتور؟ لا 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 لا، مفيش كهرباء ولا حاجه. وبعدين الزم الصمت. حاضر. تمام كده؟ ابتدى يدخن. يلا. اتفضل. ماشي يا دكتور. ادي رسم صاحبك وادي رسمك. ادي المخين في ايدي. اتفضل استريح. شكرا يا دكتور. حضرتك عنده ايه يعني؟ هو تمام ولا ايه؟ والله مش عارف اقول لك ايه ولا ايه. ايه يا دكتور؟ هيموت ولا ايه؟ لا مش للدرجه دي يعني. انا الحقيقه اكتشفت ان هو مش غبي. مش غبي ازاي حضرتك؟ ده بص، ده الماده الخام بتاعه الغباوه يعني، بياخدوا منه ويحقنوا الناس اللي بيبقوا اغبياء بعد كده يعني. هو مش غبي، انما بقى عنده اعلى درجه من درجات التخلف العقلي اللاواعي. التخلف العقلي اللاواعي انا مش فاهمها، بس شكلها حاجه خطيره جدا ولا ايه يا دكتور؟ والله رسم المخ بتاعه هو اللي بيقول كده. رسم المخ؟ طب حضرتك بعد اذنك ممكن اشوف رسم المخ ده؟ اتفضل. حضرتك دي ورقه بيضه. ايوه، لانه هو ما عندوش مخ اصلا علشان يتعالج. فاضي خالص. ده غير فيه كمان بعض نقط سوداء وبعض رسومات غريبه كده ما قدرناش نفهم ايه دي، ما طلعتش في الطباعه. حضرتك اكيد النقط السوداء دي التماثيل اللي بيكسرها، والرسومات الغريبه الكوكتيل حضرتك اللي بيشربه. طب ايه الحل يعني؟ كده ملوش علاج ولا ايه يا دكتور؟ لا للاسف ملوش اي علاج في مصر. حضرتك ممكن نعالجه في موزمبيق مثلا؟ ما انصحكش، ملوش اي علاج في مصر ولا في الخارج، مفيش فايده. يلا نصيبه كده بقى، هنعمل له ايه؟ استاذن انا دكتور. راح فين يا استاذ؟ هروح بقى. اقعد اقعد، لا اديك باللوكش. ايه يا دكتور في ايه؟ المشكله مش في صاحبك رمزي، المشكله فيك انت. في انا؟ ازاي يعني؟ ايوه يا استاذ، رسم المخ بتاعك بيقول ان انت اللي غبي. انا غبي؟
استحالة طبعا يا دكتور، انا واثق من نفسي كويس، انا مش غبي طبعا. ما تعرضنيش ما تعرضنيش يا استاذ، اتفضل اقرا الكتاب ده وبعدين تجي لي. ماذا تفعل لو كنت غبي؟ حضرتك يا دكتور انا مش غبي، انا مش غبي، انا واثق من نفسي. اول اعراض مرض الغباء ان الغبي يقول على نفسه مش غبي. يعني مش غبي، خلاص انا غبي، ايه الحل يعني؟ اعترفت يبقى تتعالج. النهارده تعبت قوي، طول اليوم قاعد على رجلي في البازار. سلامتك يا بيبي، الف سلامه يا حبيبي. الله يسلمك. عارفه ما فيش حتى خمس دقايق الواحد ريح فيهم وقام وقف مثلا، على طول قاعد 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 كده. الدرجه دي تعبت يا بيبي؟ اه تعبت قوي النهارده. ايوه 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 على الرجل دي بقى كمان، والرجل الثانيه، الرجل الثانيه كمان شويه. ايوه يا تسلم ايديكي يا رانيا، تسلم ايديكي. انت لسه شفت حاجه؟ وريني وريني. ايوه الملح ده مهم قوي. ايوه حطي شويه ملح كمان. استني كده. لا دلع شوية. يا ريت بقى شوية فلفل اسود، فلفل اسود كمان عشان ايه تعبان قوي قوي يعني. بس حلو كده حلو كده. بيبي انا عايزة اشتكي لك. ايه خير؟ حد ضايقك؟ مغلسين عليا، واخدين حاجتي، مش سايبين لي ولا ابرة بابور واحد بس، والجاز بيشطبوا عليه اول باول. انا شاكه ان البيت سناء بتشربه. شاكه؟ اكيد يا ماما بتشربه يا ماما، مش شايفاه مولعه ازاي؟ حتى لو تلاحظي وانت ماشيه من جنبيها كده تلاقي نفسها جاز كله. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انا واعيه وناصحه ومشغله دماغي، ببعد كل عواد الكبريت عن بقها. ايوه مش ناقصين مصايب والنبي. بس بقول لك ايه بقى بيبي، والنبي والنبي حبيب قلبي، انا عايزه حاجتي الخاصه بيا انا، ادواتي الخاصه المنزليه، عشان اعرف احضر لك حاجتك واكلك وشربك قبل ما تيجي. تعبان. ارجع ارجع كمان. ارجع فين؟ انا خايف لو رجعت اكتر من كده اتزحلق في عصر الفراعنه. الزمن ده مش زمن، رحلتك عبر الازمنه هي اللي هتريحك. ورحله عبر الازمنه دي اركب لها ايه؟ اركب لها ساعه حيطه مثلا؟ لا، قانون الاستغناء والترفع عن كل ما هو حديث. ما حضرتك انا مترفع عن كل ما هو حديث لدرجه حضرتك ان انا بشرب الشاي على الفحم، وبقعد استنى المعزه لما تحن عليا وتديني بقين لبن، وفي النهايه بتطلع جدي مش معزه. اترك عصر المعزه والفحمه ورجع بالزمن خطوتين لورا. طب الخطوتين اللي هرجعهم يمين ولا شمال؟ عشان حضرتك وانا راجع تهت في الطريق. تبقى مش شايف. ايوه طبعا مش شايف، اذا كان حضرتك راجع بظهري ولا في مرايه ولا فيه باب. عصر الحجر، عصر الرجل القوي المتين اللي صيحته كانت تهز نساء العالم. ايوه انا عايز العصر ابو صيحه اللي بتهز نساء العالم ده. حضرتك ايه ادواته بقى العصر ده؟ عندي وحدها لك بتخفيض يناسب العصر بتاعها. ايوه كده يا عم راجعي. ايوه رجعني بقى، رجعني رجعني. ما تقلقش، المشوار ده انا مشيته قبلك وانت هتكمل المسيره. قصدك بقى هرجع المسيره؟ انا تعبان. ارجع ارجع. هرجع فين زياده عن كده؟ انا خايف لو رجعت اكتر من كده هرجع لعصر بقى مفيش حد فيه غيري يعني. ارجع وما يهمكش، ارجع ولا يهمك، استغنى عن كل حاجه، هتعيش سعيد، واي اداه لاي عصر عندي حدها لك. ارجع واستغنى عن تكنولوجيا العصر. الو ايه البورصه عالت؟ ده حاجه فل قوي وميه مسا على العيون المدعمسه. ايه في ايه؟ ايه اللي حصل يا عم راجح؟ لا ريح انت شويه، ارجع لغايه لما اشوف المكالمه بتاعت البورصه دي. ماشي شوف. ايه في ايه؟ الويندوز تقيل شويه. ده ويندوز حجري ولا ايه؟ بقول لك ايه، معاك فلاشه؟ ايه الفلاشه دي؟ لا معيش حاجه. سي دي، اي بوت، اي حاجه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا معيش اي حاجه منهم، عايزهم ليه يعني؟ ايوه ظبط لي الدش، انا عايز الاوروبي شغاله على التلفزيون البلازما. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه في ايه يا عم؟ انت بتستهبل ولا ايه؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ انت بتستهبل فعلا يا عم، عمال ترجع فيا لورا، ترجع فيا لورا، وانت حضرتك ماشي لقدام قاسح. هو انا مش قلت لك كل شيء مؤقت؟ قلت لي. خلاص زعلان ليه؟ زعلان عشان حضرتك بهدلتني معاك. طب ايه رايك لو قدمتك لقدام شويه؟ وعملت لك رحله انت والاسره تصيفوا في القمر. في القمر؟ ده انا بقى اللي هوريك النجوم في عز الضوء. عمال تركع فارجع ارجع ارجع.
الطرف الآخر بمشاعر غير اعتيادية تعبر عن ارتباطك الشديد به واستحالة الحياة بدونه. أي كلام أي كلام. أفاجئ الطرف الآخر إيه؟ يعني عامل لها إيه؟ أفاجئها إزاي؟ أفاجئها؟ ماشي، لو هي دي الرومانسية أفاجئها. بقى ان الرومانسيه هبل. عيب يا ماما، انا ما اقول لك حاجه. اسمعي كلامي، اتفضلي. لا خلينا عادي، روحي اقعدي. فضحتنا ولا فضيحه ولا حاجه، انت اتخضيتي اوفر اصلا. اقعدي اقعدي اقعدي. ايه رايك بقى في المكان الرومانسي الجميل ده؟ رومانسي رومانسي. طب خليهم خليهم يوتر مزيك شويه. خليهم يوتر مزيك. خدي بقى، خدي الورده دي تعبيرا مني عن رومانسيتي لديك. دي نخله يا ابني، وبعدين دي صناعي، خليها لك. صناعي؟ من فضلك سيب الورده في حالها وما تجيش جنبها. ليه حضرتك؟ دي وردة صناعي، هتدبل يعني؟ طب يا ريت حضرتك الحساب. حسابي احنا لسه ما طلبناش حاجة أصلا. حسابي أحاسب على حاجة لسه ما طلبتهاش. خلاص اهدى يا عادل بالراحة، من فضلك ما تفتحناش لو سمحت، احنا مش هنبدأ الخناق. حاضر، عشان رومانسية يعني؟ آه حاضر. أنا هطلب 2 ليمون، كام الحساب لو سمحت؟ 150 جنيه بس. إيه؟ 150 جنيه عشان 2 ليمون؟ أنتوا بتستهبلوا؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ خلاص يا عادل خلاص بقى. هو كيلو الليمون بكام؟ أصدق بقى أنتوا حرامية. حرامية؟ المكان ده لمستوى معين من الناس، وإحنا واضعين نظام هنا لازم تتبعه، يعني في منا متشارج 75 جنيه، وإحنا حاطين النظام ده عشان أمثالك ما يدخلهوش. عشان أمثالي؟ سامع الكلام؟ لا لا لا، ده أنت بقى مش هيتسكت لكوا بقى. أوعي أوعي أوعي، ما تخليش أضربك، أوعي إيدي. أضربها، هتعمل إيه يعني؟ إيه؟ هتعمل إيه؟ إيه اللي هعمل إيه؟ هتتضرب يعني هتتضرب. ولا تعرف تعمل حاجة. ولا هعرف. طب انا بقى هفرجها الشغلة. شغل ايه يا عم؟ وبعدين مش عيب عليك تبقى جايب الحته بتاعتك ومقعدها وعايش للدور وانت منفق. اخس اخس عليك اخس. الحته بتاعتي ايه يا حيوان؟ دي مراتي. مراتك؟ ما كلهم بيقولوا كده في الاول. لا لا لا، ده انت سافل بقى وقليل الادب. انت بتعمل التليفاكس يا دولة. طب والتليفاكس ده اتكسر منك يعني وانت جاي في السكة عشان كده بتعيط؟ لا يا دولة، انا بعيط بسبب التليفاكس يا. وقف لك في زورك يا، اشرب شوية مية. يا دولة انا مهما شربت صغير، انا مهما عليك مش فوق. مهما يا رمزة هتتغير مش هنسى ان انا مخنوق. اللي تغير قلبك انت، اصلك واخد عن نسيان. طب مخصوم لك 6 ايام. ليه دولة؟ نفس الوزن، عن نسيان 6 ايام، وعارف كمان مخصوم لك 10 ايام. لا على فكرة بقى، دي انا دولة بقى مش على نفس الوزن بقى، علشان كده كسرت القفلة. القفلة؟ ده على اساس انها قصيدة كهربائية يعني اي كلام بتقوله. طب بتعيط ليه دلوقتي؟ بتعيط ليه؟ امي اللي في مقام والدتي يا دولة، وطول عمري بجاملها واقول لها ياما. يا سلام، يعني هي كانت الاول مرات عمك ومع الاقدمية بقت امك يعني ولا ايه؟ لا يا دولة، هي امي من زمان قوي، بس هتتجوز يا دولة، هتتجوز وتسيبني يا دولة، هتسيبني يا دولة. طب سيبني انا، سيبني انا بقى، سيبني بقول له. طب وايه المشكلة يعني لما تتجوز وتسيبك؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ هو هي اساسا كانت عايشة معاك؟ لا يا دولة، هي صورتها ما بتفرقش خيال يا دولة، ما بتفرقش ذهنيتي. انا مش فاهم يعني، انت زعلان دلوقتي عشان هي هتتجوز؟ لا يا دولة، انا زعلان عشان هي هتبيع البهيمة سونيا. البهيمة سونيا؟ يعني امك اسمها رمزية والبهيمة بتاعتكوا اسمها سونيا، ده ايه التفرقة دي؟ يا دولة البهيمة سونيا دي هي اللي رضعتني وهي اللي ربتني، وكانت دايما بتحميني بلسانها. الجاموسة بتحميك بلسانها؟ ده ايه النظافة اللي انت فيها دي؟ وبعدين هي اللي رضعتك؟ طب دي حاجة كويسة قوي. على كده بقى انت ليك اخوات في الرضاعة يا رمزي؟ يا دولة انا كل البهايم اللي في البلد اخواتي في الرضاعة. بس على كده هتبقى مشكلة كبيرة قوي، انك مش هتعرف تتجوز اي حد من البلد، كلهم اخواتك في الرضاعة. اقول لك بص، ممكن تتجوز من اي بلد تاني، او سوق التلات يالا مليان بهايم كده. يا دولة وانا عندي دماغ بقى قاعد افكر في الجواز والكلام ده، وانا الدنيا تلاقي. والله يا صراحة يعني يا رمزي انا عمري ما هلاقي زيك يعني. أمك هتتجوز مين بقى؟ أبو سونيا؟ لا يا دولة، أبو سونيا الله يرحمه من زمان وقع في الساقية. أمي هتتجوز الواد جليطة. طب وأنت زعلان إنها تتجوز؟ ما سيبها يا عم تتجوز، سيبها تتجوز وتفرح بشبابها أو تفرح بشبيتها. طب يا دولة أنا دلوقتي أعمل إيه طيب؟ تعمل إيه؟ بص يا سيدي، روح هات لنا بقى 2 كشري. حاضر.
دول يا حبيبي، بقول لك ايه دول يا ابن عمي يا حبيبي، انا دلوقتي عايز يعني اجيب البهيمه سونيا اقوم فرش لها هنا هون في المخزن وتقعد بقى هنا هون كده علشان ارجع انام في حضنها تاني واشعر بالحنان من تاني يا دولا. عارف هذا رمزي لو جبت الجاموسه دي بس من قدام باب البازار عارف هعمل ايه؟ مش هتقدر تمد ايدك عليها طول ما انا عايش يا عادل يا سعيد. تعلي صوتك عليا يا ده انا اقتلك يالا. ولا احترم نفسك، ده انا ممكن ابلغ بتوع الكلاب يجوا يضربوها بالنار. لا يا دول الاول، لا يا دول. لا خلاص انا كنت بهزر يالا يا رمزي. مش مسؤول يا دول. يالا بتوع الكلاب مالهم ومالك يا عميس. لا يا دول ولا يا دول. يالا بهزر ولا يا دول. كمان يا اختي وجاب لي من كاش اكنس بيه وافرد بيه شعري، اصلا انا حنيته. ده بالفيس يعني تيس؟ احنا ما عندناش في البلد حد بيربي تيوس. ويا اختي جليطه ده شافك فين ولا عرفك فين؟ اقول لك اصل هو اتقدم لي قبل ابو رمز ما يتقدم لي سنه ما فحته الكنال، وكان يمشي يزعق في البلد ويقول يا رمزيه انت فين يا رمزيه، وحشتني يا رمزيه. على ايه يا اختي؟ ايه اللي على ايه؟ ده اني احلى واحده في كفر الدبانه. طيب اهم حاجه بس يا ام رمزي، عملتوا ايه في موضوع الجاموسه سونيا دي؟ اني شيعت اجيبها في عربيه نص نقل، وجليطه اصرصر انه ما ياخدش مني ولا مليم في النقليه دي. يا سلام. طب بعد ما تجيبوها بقى بالعربيه نص نقل يعني هتحطوها فين دي؟ ما انت عارف بقى اهو رمزي لما قلنا له يروح يقعد جنب الجاموسه مرضيش، وقال لا انا اقعد جنب اكل عيشي لحسن حد ياكله ويلقطه مني. حطوها في بير السلم. حطها في بير السلم. وبالمره تحرس لنا العماره بدل الكلب. ايه يا راجل انت اتلهطت في مخك ولا ايه؟ هو في جاموسه بتحرس عماره؟ يا سلام، هي دي اللي وقفت في زورك يعني؟ طب ما كانت من شويه هي اللي بتكنس الدار وهي اللي بتزغط البط. دي حاجه تانيه خالص. المهم ان رمزي يقنعها ان هي تسيب الزريب، وجليطه اشترت علي يعني يا الجاموسه. يا دوله ياه يا دوله، انا في اسعد ملحوظات حياتي. ايه الزباله اللي انت عاملها دي؟ طبعا في اسعد ملحوظات حياتك، امك عندنا في البيت وامك التانيه هنا في المخزن. انت عارف يا دوله انا بحب سونيا ليه؟ عشان هي احن عليا من امي. خرب بيتك، انت بتاكل برسيم يالا؟ بتاكل برسيم؟ بس بليز وي وانت تو باي. What's this? This is akao, ya sidi, akao. Oh, we want to buy this. No, no, this is my father. Father, eh? Your father, eh? You can buy another thing. You can buy another thing. We have statues, we have tabla, we have donkey, anything. No, thanks. Goodbye. Goodbye يا سيدي. Goodbye. راحتك. يلا يا اهبل، كانت زمانها دلوقتي هتاخد الجنسيه وبعد كده تنقلها لك. يلا لا يا دوله، لا الجنسيه دي انا ما اخدهاش حتى ولو بملالين الفلوس دي، امي التانيه. حاضر يما، حاضر. يا سلام. وحنين انت، حنين. السلام عليكم استاذ عادل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلم زهر؟ اتفضل تشرب ايه؟ حض الله. انا لا هاكل ولا هشرب، انا بيتي اتخرب يا استاذ عادل. بيتك اتخرب ليه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بس يا معلم زهر؟ حصل لا يتحكي ولا يتقري. الجاموسه بتاعتكم مين؟ رمزي؟ رمزي جاموسه، واجمس جاموسه في العالم. كان جرر الجاموسه زميلته ودخل على كشك النهارده، فجاه جلت الورد كله يا استاذ عادل، ما فضلش غير دي والفازه دي يا استاذ عادل، الفازه دي. طيب معلش يعني ان شاء الله ما تقلقش. ايه يا معلم زهره؟ ايه صوتك ازعج الجاموسه سونيا، مالك؟ وبعدين ما انا قعدت اقول لك لم الورد. ايه لم الورد؟ ايه عم خليل بتاع الورد؟ انت خدت الجاموسه طلعتها بره ولا ايه ده رمزي؟ ايوه دوله، ما اصل هي كانت متضايقه فقلت اخرجها بقى شويه. خرجها شويه. بقول لك يخرجها شويه. قال لي ايه يا استاذ عادل؟ الجاموسه ملهاش غير زريبتها. استاذ عادل انا اتخرب بيتي يا استاذ عادل، ما فضلش غير الورده دي والزهريه دي. يا عم انت اصلك بتبالغ، ما هو فضل برضه القميص مليان ورده اهو ما شاء الله. كويس انها ما شافتوش يعني، وبعدين اللي اتخرب يتصلح ان شاء الله. يعني محصول الورد اللي هي كلته ده يعمل له كام يعني يا معلم زهره؟ يعمل له كام؟ ايوه ليك بقى
ولا للزبون، وعايز بقى السعر الاصلي ولا التقليد؟ انت داخل يا عم تعمل صفقة يا عم؟ اي سعر؟ الورد بكام يا عم؟ مية ألف جنيه. 100 ألف جنيه ايه؟ انا رايح اشتري الحديقة الدولية. بكام يا عم الورد؟ خلص. 500 جنيه. 500 جنيه؟ من 100 ألف ل 500 جنيه. خد ادي 20 جنيه اهو يا عم. 20 جنيه؟ طب خد الفازة دي هدية مني ليك. على فكرة ده متعتقة بقالها 50 سنة، هي هتكبر هتبقى صفصافة ان شاء الله. منكم لله، منكم لله مفتريين، ومنك انت عشان اله الورد اللي كلته الجاموسة شوكها يقف في زورها. اي خد يا معلم اله انت شوكك يقف في زورك. بيمشي بالجاموسة دولة. خد تعال. ايه غلطان وبتتكلم؟ واخد الجاموسة تفسحها؟ وديت الجاموسة فين يا دولة بقى؟ اصل هي اول مرة تنزل مصر يعني، فقلت بقى افسحها يعني تاخد نفسها. تفسحها منك لله يا رمز. وديتها فين بقى يا سيد؟ النهاردة الصبح دولة طلعنا على جنينة الحيوانات، بس مش عارف ادولها، كان الاسد عمال يبص لها كده بصات غريبه كده. ما طبعا لازم يبص لها، كان عايز ياكلها اهبل. انا شكيت في كده برضك ادولها، فقمت بقى واخدها وطالع بيها على الهرم. طلعت بيها الهرم؟ طبعا السياح بصوا لك انت بصات غريبه. ايه ده؟ انت مش عرفك ادولها؟ انا مش عارف، دماغك رايح عند الهرم وجر الجاموسه، وهي طبعا الجاموسه كان نفسها تطلع على الهرم من فوق مش كده؟ لا يا دولها، هو انا قلت لها بس هي يعني خافت تتزحلق. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ وبعدين اللي انا عايز افهمه دلوقتي يا رمز، يعني انت خدت الجاموسه وديتها جنينه الحيوانات، وبعدين وديتها الهرم، وبعدين جبتها على هنا، المسافه دي كلها كنت انت بقى راكب فوقيها ولا ايه اللي حصل؟ لا يا دولا ما يصحش يعني، انا ركبتها ميكروباص. انت ركبتها ميكرو بس هي ما ركبت باص مش كده؟ ايه ده؟ انت مش عرفك دولا يا ابني؟ انا عارف كل حاجه يا ابني. ولا رمزي الجاموسه دي لو ما مشيتش من هنا النهارده انا هتبعها. هتذبحنا انا ليه دول؟ هتذبحنا انا الجاموسه الثانيه؟ انت هقول الحمار لو ما مشيش هتذبحه، الجاموسه لو ما مشيتش هتذبحها. لا دول لا، ده انت تذبحنا انا احسن. لا انت مالكم عايزين ايه من سونيا؟ خلاص مالكم كلكم. بيضربوني يا رمزي عشان انا رئيس الرابطه. يا خبر ابيض بقى، شويه ستات يا دول يضربوك. اخس اخس على المرجليه اخس. ما هو انا ما كنتش قصدي يعني ان هم يضربوني، بس هم ضربوني على غفله وعلى سهوه من غير ما انا اقصد. عارف انا لو كنت اعرف ان هم دول اللي جايين يضربوني، عارف كنت عملت ايه؟ كنت عملت ايه يا دول؟ ما كنتش فتحت لهم من اصل يعني. بس هم مين اللي اداهم العنوان؟ انا يا دولة. خاين خاين، كل حلفائك خانوك يا عادل، حتى الحمار. مساء الخير. مساء النور. مساء الفل. مين بقى رئيس الرابطة البزرية؟ على حسب يعني. انتوا مين؟ انتوا مين؟ انت بقى عادل سعيد؟ لا عادل سعيد ايه؟ وانا ده شكل عادل سعيد؟ هو عادل سعيد مش انت؟ لا عادل سعيد. ايوه انا سعد بقى عادل سعيد. وانا بقى مرات المسلاوي. وانا بقى يا عنيا مرات حدفس. وانا بقى يا حبيبي مرات البرداوي. ايوه طب ايه؟ اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. انت يا مفتري تحبس رجالتي؟ انا لا لا لا. هو حضرتك يعني ده اساسا ب 20 جنيه بس عشان خاطر عيون حضرتك هخلولك يا عم ب 35 جنيه بس. لا انا مش عاوز تخفيض ولا تعمل لي خاطر. انا ما برجعش في كلامي خلاص يعني، انا قلت 40 يعني 70. ايه يا عم انا هشتري تمثال اصلي. بص بقول لك بقى، انت هتقعد تضحك لي؟ التمثال ده ما فيش منه غير نسختين يا عم، نسخه هنا والتانيه في المتحف. طب بس 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 لا خليهولك، انا هشتريه من المتحف ارخص. طب يلا يا عم الناصح، يلا مش عايزين نبيع، مش عايزين نبيع ولا نشتري ولا ولا ايه؟ ايه دول؟ ايه بتمارس هوايتك في تطفيش الزباين انت يا رمزي؟ يا دولا بقى انت مش شايف يا دولا من الصبح يا عم؟ ده بقى مفتحين اول يومين دولت يا دولا. مفتحين ايه؟ اياد انت شغلنا الشال ياد. يا دولا بقى ما هم عمالين يا عم يفصلوا على الفاضي والمليانه دولا. وبعدين انت زي ما انت عارف يعني ان انا فاهم وواعي. انا عارف طبعا. منك لله يا رمزي، منك لله. انا مش عارف اعمل ايه بجد يعني، مش عارف اعمل ايه. المهم المعلم ابو جبل بعت طلبيه التماثيل اللي انا طلبتها منه ولا لسه؟ لا يا دولا المعلم ابو جبل ما بعتش حاجه. ما بعتش حاجه لغايه دلوقتي؟ ايه اللي اخره؟ يا نهار ابيض، دي طلبيه العمر، ده انا دافع فيها كل ما املك فلوس كتيره جدا. يمكن يكون مات يا دولا. قوم قوم يلا نقف في الواجب بقى وفي العزا. يلا قوم نقف في الواجب. ايه اللي هنقف فيه؟ انت تتمنى انه يموت؟ تتمنى تخرب بيت انت. طب هتعمل ايه دلوقتي يا دولا؟ هكلمه. انا هفضل قلق نفسي ليه؟
الو. ايوه معلمه دبشه، ازيك؟ انا عادل سعيد. الله يسلمك، واخبارك ايه؟ واخبار ابنك صخره ايه؟ وبنتك رمله عامله ايه؟ سقطت في المدرسه؟ مش اشكال، مش اشكال. المهم المعلم ابو جبل اخباره ايه؟ ايه؟ اتقبض عليه؟ والطلبيه اتصدرت؟ لا 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 لا، اتصدرت ايه؟ بقول لكم ايه؟ لازم تتصرفوا. هتتصرفي ازاي يعني؟ ما ايوه، ما انا ممكن، بصي انا مش هاسكت، ده انا ارميكي انت وابو جبل ورمله وصخره من فوق الجبل المقطم. انا بقول لك اهو، هتتصرفي ازاي؟ الو الو، رد يا دبشه بدل ما فشفشك. الو ايه يا دوله؟ في ايه يا عم وغشتني؟ معلم ابو جبل يا سيدي طمع وحط تمثال اله الادمان عند قدماء الكولومبيين في وسط طلبيه التماثيل، وده محرم دوليا، اتقبض عليه. يا خبر ابيض يا دوله، مش التمثال ده ونادوله اللي عينيه من تحت كده سودا ودايما سرحان وعصبي؟ يا انا بعت منه تمثالين قبل كده، بس انا ما بحبوش يا دوله التمثال ده. ما بتحبوش ليه؟ سرقك يعني عشان يصرف على ادمانه؟ لا يا دوله، قفشته بيلف ورق برضي. طب سيبك من اله الادمان، انا ممكن اجيب لك اله الرغي عند قدماء الرغيين، ده هايل، بينزل معاه قرصين اسبرين عشان اما تصدع، ايه رايك؟ الله عليك يا دوله يا حبيبي، الله، ربنا يخليك لي يا رب يا دوله. ولا ولا، انا مش ناقص غباوه، لا مش ناقص غباوه، كفايه اللي انا فيه، انا دافع فلوس، فلوس كتيره جدا، دافع كل ما املك يا رمزي. طب انت عايز فلوس سلف مني يعني ولا حاجه؟ لا يا سيدي، شايلك لوقت عوزه. المهم بقى الجماعه اللي عندي في البيت مش عايزهم يعرفوا اي حاجه، لان انا وظيفتي كراجل البيت ما حاسسهمش باي مشاكل لغايه ما اشوف هتصرف ازاي. لا اوعى تقلق يا دوله، ولا يكون عندك اي خبر يا دوله، ما انت عارفني يعني، انا سر وبير. سر وبير. المهم يا رمز، انا مش عايز اي حد يعرف اي حاجه لغايه اما اقف على رجلي واعرف اتصرف في المصيبه السوداء اللي انا فيها دي. عينيا يا دوله. طب يعني لا قدر الله يعني، وباذن الله وان شاء الله يا دوله بدون مقاطعه، لو فشلت يعني ان شاء الله اروح بقى اشوف لي انا شغلانه كده في مصنع في 6 اكتوبر ان شاء الله. لو فشلت بتتمنى لي انت الفشل، و6 اكتوبر ايه يا فاشل اللي انت هتروح تشتغل فيها؟ انت تشتغل في 1 اكتوبر، في مايو، في يونيو، 6 اكتوبر. خلاص يا دوله، خلاص يا عم، والله مش هسيبك يا دوله، ما تقلقش يعني. طب دلوقتي لو دوله ان شاء الله قفل البازار يعني اروح ابيت فين انا؟ خرب بيت انت بتفكر يالا بصوت عالي من غير ما انا اسمع. بس 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 يا رمزي، بص انا مش ناقصك خالص، انا لازم بس، المهم دلوقتي في الفتره اللي جايه دي امسك ايدي شويه بقى. ليه يا دوله تمسك ايدك؟ ليه انت هتعدي الطريق؟ وانت يعني ما بتعدي الطريق بتمسك ايدك؟ ايوه طبعا يا دوله، ما على راي المثل يا دوله اتبع قواعد المرور. المثل بيقول اتبع قواعد ده المثل ده مين اللي قال؟ امك وقالت برضه جنبيه المثل بتاع ممنوع الاتجاه اليمين وممنوع الوقوف صف تاني. ايوه دوله، هي كانت بتقول لي الحاجات دي كلها دوله علشان كانت هي بتخاف عليا وانا معدي الطريق، اصل الجاموسه ولا حمار يخبطني ولا حاجه، وعلشان كمان اكدهون قالت لي بقى ابقى عدي خلي حد كبير يمسك ايدك يا رمزي عشان خايفه عليك من البهايم يعني. على رايك ممكن تكون جاموسه معديه مثلا كسر اشاره، ولا معزه عامله غرزه، ولا حمار بيامرك. فكرتيني يا دوله، انت عارف يا دوله انا مره صحيت من النوم على صوت خبطه جامده قوي قوي قوي، كانت بقى جاموسه خبطت حمار على الطريق وبقى والحمار اتقلب. حمار اتقلب. واللي قلب الحمار ده بقى صاحب الكنبه اللي قاعد عليها الحمار؟ كنبه ايه دي يا دوله؟ الكنبه اللي الحمار قاعد عليها بالجزمه. تاني تجيب لي جزمه للمدرسه بدل اللي اتقطعت؟ ايه يا ياسمين يا حبيبتي، اول ما يجيني فلوس ان شاء الله هجيب لك جزمه جديده. طب ما انت يعني قلت لي كده مليون مره. اعمل لك ايه يعني يا ياسمين؟ لما يجيلي فلوس هجيب لك جزمه، اعمل لك ايه؟ هو انت ليه مش زي عمو رمزي؟ عمو رمزي عمره في حياته ما قال لي لما يجيلي فلوس. ايه ده يا ياسمين، هقارنين انا بعمو رمزي؟ عمو رمزي ده غبي غبي. ليه يعني؟ هو عمو رمزي فلوسه ضاعت منه؟ قصدي كده يا ياسمين. العربيه اللي كانت بتاعتك دي متعبه قوي رمزي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا ولي نعمتي. لا لا يا دوله ما تقولش كده يا عم، انا ربنا جعلني سبب علشان اللي زيك يقدروا ياكلوا عيش في الدنيا دي. احلى هديه لاحلى نقنق في الدنيا. يا ليه مكلف نفسك يا حياتي؟ ده الدولاب فوق بعضه مرصوص مرصوص، كوام كوام هدوم وجزم، مش لاقيه مكان احط قدم رجلي. يا حبيبتي البسي وتهني، وعندنا بدل الاوضه 3 اوض يا حبيبه قلبي، نبقى نخزن في اي اوضه منهم. ميرسي. بالعفو يا حبيبه قلبي. ياسمينة اتفضلي يا حبيبتي، الجزمه بتاعتك عشان تروحي بيها المدرسه فريره. ميرسي ميرسي. وهديتك يا رانيا هانم. انا رانيا وهانم؟
ويبارك فيك ويعرفك يا رب يا اخويا يا رب يا رب. يا رمرم، امال فين هديه حماتك؟ طبعا ما اقدرش انساكي ام حبيبتي واحلى مرات عم في الدنيا. اتفضلي يا ست الكل. متشكره قوي يا حبيبي. ودي بقى الخالتة ام رانيا ونوع ونوجع علشان لما يجوا بقى بالسلام. طيب وانا هديتي فين بقى ياض يا رمزي؟ يلا يا بيه. هديت ايه عادل؟ انت مش كفايه التكاليف اللي انت مكلفاني في البازار وهنون في الشقه والعربيه الخربانه بتاعتك دي؟ عايز هديه كمان؟ بص النرفزه. ما تعصبش، اعملي لي كوكتيل. حاضر. هيا ياسمين يا حبيبتي، الجزمه عجبتك؟ حلوه قوي. ميرسي يا ماما، ربنا يخليك ليا. العفو يا حبيبتي. مش انت. بالعفو يا حبيبه قلبي. ايه ده؟ بابا مين؟ بابا مين يا بنت انت؟ بابا ده؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دي بنت انا، انت كمان بنت عايز تاخدها مني؟ لا 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 لا، لا. انا اكيد بحلم. فوقيني يا رانيا، اضربيني بالقلم. لسه واقف، اضربيني. خيرك بقى. يا دونا خير، ايه اللي جابك بدري كده؟ انا ولا اجي وقت ما انا عايز. انت مالك؟ يالا انت مالك، اخش بيتي واخش بازاري وقت ما انا عايز. طبعا يا دولا، ده بيتك ومطرحك يا دولا. ايوه بيتي، وبيتي بقى هو نفسه بيتي، يعني انت مالكش دعوه خالص. يالا ماشي يا دولا. بمناسبه البيت يا دولا، البيت ياسمين عامله ايه يا دولا؟ دي بالذات مالكش دعوه بيها، اوعى تفكر تسال عنها. انا بقول لك اهو. ليه دولا بقى؟ ليه بس؟ يالا خد ده شيله من هنا. اقعد براحتي، بازاري انا اللي جايبه بفلوسي، بحر مالي، اقعد زي ما انا عايز. ماشي يا دول، اقعد براحتك يا دول. انا اقول لي يا ده رمزي. نعم. انت لسه معاك الجواب اللي انت كنت عايز تبعته للمسابقه؟ يا دول اهو. يا دول ايه، هتحلولي؟ ليه كده دول بقى؟ مستقبلك ده ما تفكرش فيه، المهم مستقبل انا، المهم انك انت تشوف شغلك في البازار، نلتفت لشغلنا بقى، واحنا نفضل للمسابقات. وحسك عينك اسمع ان انت بعت للمسابقه ولا الفوازير ولا نيلي ولا شريان ولا حد من الناس دي، سامع ولا لا؟ حاضر يا دول بقى، حاضر بقى لتشوف بقى. خد تعال. نعم دول. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش يا دول. بتبرطم بتقول ايه؟ انا مش هشوف بقى. بس روح شوف شغلك، اجري. ايوه كده استريحت. معلش. ايوه اهو، اكتبي بقى معايا. ايوه، قصه حياه. ايوه، سيجموند فرويد. يلا يا صبري. قصة حياته حرام عليكي. ايه يا سناء، انت بقالك ساعة عمالة بتقولي خمس دقايق. معلش يا عادل، خمس دقايق. حرام عليكي، المعلم مسخوط زمانه دلوقتي، وصل العياط بيعيط هناك. ايوه يا صبرا. يا صبرا ايوب. ايوه خليكي معايا بقى. بصي، هنقلب ورا حوالي 40 صفحة بس. ايوه، نبذة تاريخية عن عن كل الشخصيات التي عاصرته. عاصرته ايه؟ ده انا اللي اتعاصرت قدامك يا سناء. لا 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 لا، امبوسيبل، مش معقول اللي بتقوليه. لا احكي لي عشان خاطري من فضلك. لا مش معقوله كل ده حصل. لا عندي وقت كتير اسمعك حبيبتي. لا قولي بس، قولي لي بالتفاصيل المملاتوس خالص. اوكي، طب احكي بقى اللي انا قلتيهولي ده دلوقتي، احكي لنا كله بالتفاصيل مملاتوس. ها اهي معاكي. ايه يا جماعه، بطلوا حكايات الف ليله وليله دي. زمان المعلم دلوقتي يا ستي موجود في المنيا. وصل المنيا بسرعه. ايوه يا طنط ليلى. لا، انت الحكايه دي حكيتيها لي امبارح، حتى بالاماره قعدنا نتكلم مع بعض ساعتين. بصي ساعتين ايه قاعدين بتتكلموا في ساعتين؟ يا جماعه اجهزوا بقى يا اخوانا، عشان هنسيب البيت ده اخيرا ونطلع على القصر الجديد بتاعي اللي انا بنيته في وسط المحيط. ايوه يا جماعه، يلا بقى قوموا جهزوا الشنط عقبال ما انا اسخن الطياره بره. لا 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 لا، شنط ايه انت بتفكر من دماغك ليه؟ احنا هنجيب كل حاجه جديده، ما تاخدوش اي حاجه من هنا. امال الفلوس الكتيره اللي عندي دي هوديها فين؟ سوري بيبي سوري، انا مش هقدر اجي معاك. سوري معلش، هبقى احصلك.
مش هتقدري تيجي معايا ليه يا راني؟ علشان انا رايحه مركز التجاره العالمي اعمل شوبينج لمده سنه ونص. معقوله سنه ونص تعملي شوبينج؟ معقوله الكلام ده يا حماتي؟ والله يا عادل اتس فري كونتري، كل واحد يبقى حر في حياته. ايوه بس يعني انت هتيجي معانا وهي مش هتيجي؟ ايوه يا جماعه، وبعدين هناك في شباب كتير والمعاكسات على ودنه يا جماعه. على العموم هي ممكن تعملي تحصلات على بورا بورا. بورا بورا؟ ايه القرف ده؟ وانت ايه اللي يوديكي البلاد اللي عامله كده يعني؟ سربرايز سربرايز يا عادل، ما اصل انا هتجوز وهقضي بقى شهر العسلين بتوعي مع حمديون في بورا بورا. حمديون؟ مين حمديون ده؟ ازيك يا مجاجيدو؟ انا حجزت تذكرتين السفر. اوه حبيبي. مين واد ده؟ مين واد ده؟ ده قد ابني عادل. الحب اعمى خالص وبيعمل معجزات. اهلا اهلا يا اياد، تعالى تعالى اتفضل منور، تعالى اقعد هنا جنبي. الله، مين اياد ده الاخر؟ اوه اياد ملك جمال لبنان. يا نهار ابيض، ده دفع له مليون دولار عشان يرضى بس يتجوزني، وهنعيش في جبال الارز. جبال الارز؟ يعني مش تيجي معانا؟ لا طبعا مش هاجي معاك، ده دفع مليون دولار. ماما عاجبك اللي بتقوله سناء ده؟ يا حبيبي الجواز مش عيب. ازيك يا نعومة يا حبيبي؟ مندوب حبيبي. مندوب؟ مندوب ايه؟ مندوب انت يا يالا؟ ايه الواد الصايع ده؟ يا دولا ما تتسرعش يا دولا، يمكن ابنها. يمكن ابنها، حتى الفلوس الكتيرة اللي جات لك وما زلت غبي برضو يا غبي. ده مندو خطيبي، انا بس هشوف اخلاقه ايه وبعدين افكر اتجوزه. حتى انت يا ماما، امال سبته ايه بقى النجلاء؟ شاركيني يا استاذ عادل، معاك المنفلوطي رجل اعمال المشهور. وخطيبي؟ خطيبك؟ خطيبك ايه؟ ده ابوكي. انا افضل زواج الاغنياء عن الاغبياء، انا مش هعلط غلطة سناء ومامي وطنط انعام واتجوز واحد صغير يكون طمعان في فلوسي. لا نصحة. واحب اقول لك انا اغنى منك بكتير. انا مش عايز فلوس، انا عايز اهلي. دولا معلش، انا كمان بعتك يعني ورحت اتجوزت فتاة استعراض من الشور الروسي وخدتها بقى، وهنروح الزقازيق علشان نشتري بقرة وشجرة موز وهنعيس يا عم. خد بقرتك وغور من وشي. يلا يا مندو يا حبيبي. يلا يا حمديون يا شيري، تشاو تشاو. يلا يا اياد، بقول لك ايه، عايزين نلحق قبل جبال الارز ما تسيح. يلا يا منفلوتي. يلا يا ياسمين. يلا يا مامي. يلا. ايه ده؟ ايه اللي بيقدم؟ يلا يلا يلا. ده ايه ده؟ ايه ده؟ كم ويز هيم جيرلز، كم 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 عند ويز هير. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ لا انا مش عايز فلوس، انا مش عايز ابقى غني، انا عايز اهلي، انا عايز ارجع فقير، انا مش عايز ابقى غني، مش عايز ابقى غني. انا عايز ابقى فقير فقير، عايز ابقى فقير فقير. يا ماما. ايه في ايه؟ في ايه يا عادل مالك؟ في ايه؟ يا بقولك ايه يا رانيا، مفيش سفر تعملي شوبينج من بتاع مركز التجارة العالمي ده؟ مفيش سفر. اوكي اوكي عادل، مش مهمة خالص، انا هنعمله من المهندسين يا حبيبي. يا امال فين ماما وفين سناء ونجلاء ومامتك فين وياسمين؟ في ايه يا عادل؟ قاعدين برا في الصالة. قاعدين في الصالة لوحدهم ولا معاهم حمادة وما لوحدهم؟ ماما عادل، انا مش هسيبك الا ما تدفع الفلوس اللي عليك. يعني تدفع الفلوس اللي عليك؟ فلوس؟ اه ادفع الفلوس. عادل انا جهزت لك موتور المكنه عشان تعمله نص عمره، ودي 5 جنيه مساهمه مني، واوعى تديه الواد ماندو. ماندو؟ هو في حد اسمه ماندو؟ ماندو الواد الميكانيكي البايظ ده، ما ينفعش، ده زباله، اديه لعمك كشك. وانا يا عادل الراجل بتاع البطاطينيات قال انه هيأجل قسط الشهر للشهر الجاي. وحتى لو ما اجلوش مفيش مشكله حماتي، واقول لك حاجه، ممكن تاخدي البطانيه بتاعتي كمان، انا مش محتاجها. بابا انا عايز اخرج معاك بكره عشان المدرسه قالت لي ما تجيش عشان ما دفعناش المصاريف. لا يا حبيبتي، هخرج معاكي اوديك المدرسه وهطلب من المديره انها تستنى على المصاريف لغايه اجازه نص السنه. ماشي. روحي افتح الباب. دولا حبيبي. عم رمزي. ياسمين يا حبيبي، كلبوزه كلبوزه. انا بحب قوي لما تعملي كده. بقول لك يا دولا، دلوقتي عم بتوع شركه النظافه قاعدين لنا في البازار ومش عايزين يمشوا الا لما ندفع لهم ال 50 جنيه بتوعهم، وقالوا لي كمان هنرجع الفرن لو ما دفعناش. ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه.
بص شوف اي تمثالين ثلاثه ادهم لهم واخد بالك وكاننا بعناهم تصرف. اه يا دوله والله فكره حلوه اعدلهم التماثيل المكسره كمان. انا ماشي يا دوله. استنى 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 رمزي تعالى ما تخش تخش انا هضربك يالا معقوله ده انت ابن عمي ياد وانا بحبك يالا. صحيح يا رمزي انت كان ممكن تجيب بقره وتجيب شجره موز وتعيش عليهم في بلدكو؟ لا يا دوله خالص. طب واسيبك يعني اسيبك لمين يا ابني؟ انت هتحتاس لو انا مشيت يا ابني وهتحتاس. يلا ادعى البازار يا يلا ادعى البازار يا يا سلام. يا عادل يا حبيبي اسعد حاجه ان الواحد يقعد في وسط عيلته. يا ترم عظمك وترجعك 10 سنين ورا. يا ماما انا واكل طبق كامل لغايه دلوقتي لوحدي. ده انا خلاص بقيت قرب الشوربه. خلاص ادي الشوربه لحماتك هي اولى ترجع مرشدين لورا 10 سنين هم ينفعوها. يو 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 انت مالك ومال حماته؟ مش معقول غيظتي في ايه؟ حماته زي القمر اهو. طبعا زي القمر. يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا يعني مش قادر اصبر لغايه ما اقول لكم. انا صراحه جالي شغلانه جديده. قولوا لي ايه هي؟ هتشتغل في اوتيل كبير قوي 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 5 نجوم وفي الاستقبال صح؟ آه هو صراحة يعني يا ماما مش الاستقبال هو الوداع يعني. وداع وداع شفت بقى؟ يبقى انت هتشتغل في شركة طيران كمضيف تودع الناس. لا طيران يعني جو وبتاع. لا انا شغلتي عكس الجو، انا في الارض تحت الارض يعني صراحة. يبقى هتشتغل في مترو الانفاق. طب قول لي بقى هتقف في انهي محطة عشان اجي اقطع منك تذاكر؟ وصراحة يا سناء هتبقى المحطة الاخيرة وما اتمناش ان انت تجيلي يعني. يبقى انت اكيد هتشتغل في وزاره الاثار وتحفر بقى وتطلع الاثار صح؟ هو انا يعني شغلانه فيها حفره بس ما بطلعش، انا بحط واردم يعني. يا ابني ما تقول هي فزوره. هي شغلانه اكسب فيها في اليوم 1500 جنيه مش في اليوم تحديدا يعني في الحته، ممكن يبقى في اليوم حتتين ثلاثه كده يعني. عم الامور عم اللطيف خلص وقول الشغلانه ايه؟ قطعت نفسنا. برافو عليك يا سناء، الشغلانه فعلا ليها علاقه بعمليه قطع النفس دي. الله ما تقول يا ابني قلقتنا. صراحه يا جماعه انا هشتغل حنوتي. يا ماما يا ماما انت اتجننت يا عادل، انت عارف انت بتقول ايه؟ ايوه حماتي عارف قلت ايه، حنوتي. يا خبر اسود لا تكون الشوربه اثرت على دماغه. لا يا ماما ما اثرتش على دماغي ولا حاجه، انا هشتغل حنوتي. ايه ده يعني ايه حنوتي دي؟ فجأة هتشتغل حنوتي؟ فجأة لقيت جواك موهبة كامنة اسمها حنوتي فقررت تشتغل حنوتي؟ يا جماعة افهموني كويس، الشغلانة دي مكسبها كويس جدا يا جماعة، ده لعلمكم بقى الحنوتي ده بيكسب أكتر من الدكتور نفسه. جامي جامي يا عادل أنت مش فاهم أنت بتقولي، أنت كده هتدفن أحلاماتنا بالحياتوس. يا جماعة دي شغلتي، الدفن ده حاجة سهلة جدا وبسيطة قوي يا حماتي، أنتوا قلقانين من إيه؟ يا ابني ده فال وحش، فال نحس يجيب النحس للبيت. يا جماعة أنا خلاص خدت قراري الحمد لله، وضعي طبيعي والتطور الطبيعي للبني آدمين إن هم يموتوا، أما يموتوا هنعمل لهم إيه؟ ما لازم ندفنهم، مين اللي هيدفنهم؟ أنا بقى إن شاء الله. يعني أنا دلوقتي أقول لأصحابي إيه؟ أقول لهم إيه طيب؟ أنت على فكرة لو اشتغلت حنوسي أنا ممكن أروح فيها. بس كده ضمننا أول زبون. روح منور والله. أهلا يا أستاذ عادل، أحب أعرفك ده المساعد بتاعي علي العايش. وانا رمزي ابن عم دوله حبيبي حنوتي المستقبل ان شاء الله. بس بقى بس بقى حضرتك تشرب ايه يا معلم انت والاستاذ عايش اللي مش عايش؟ هات لنا 2 عصير موز. 2 عصير موز تحبوا حضرتك ساده ولا بالحليب؟ لا عصير موز عادي، موز يعني موز. اه صح طبعا، ومعروف جدا ان الموز علينا حق. الله يلطف. يا مس يا استاذ لو سمحت عايز موز موز وانا كمان موز تشرب ايه؟ كوكتيل يا دول. 3 موز بس لو سمحت. ما قلتليش بقى كنت عايزني في ايه؟ وبسرعه وحياتك عشان انا مشغول ورايا حته طازه، ده غير حته تانيه فاضلها ساعتين وتفصل شحن. يا ما شاء الله حضرتك كمان متخصص دفن موبايلات ما شاء الله. حضرتك انا نفسي تعلمني المهنه بتاعت الحنوتي ده، يعني نفسي ابقى تلميذ ليك يا معلم. انت شغال ايه بالظبط؟ حضرتك انا فاتح بازار بس البازار للاسف مش شغال خالص اليومين دول لدرجه ان انا بفكر ادفن التماثيل واتدرب فيهم. فعلا التماثيل عندنا ريحتها فاحت في المنطقه كلها. بس يعني حضرتك يعني انا في البيت اول ما عرفوا ان انا هشتغل حنوتي فرحوا جدا وقعدوا يسلموا عليا ويبوسوا فيا ويعني ولغايه دلوقتي بيبوسوا فيا ويعني فرحانين جدا يعني. وان شاء الله ان شاء الله يا معلم انا يعني هرد لك جميلك ده. هتعمل لي ايه يعني؟ يعني باذن الله لما تتكل انت بقى على الله هدفنك دفنه يعني تخلي مصر كلها تتكلم على الدفنه بتاعتك. طب بتفول عليا ولا ايه؟ لا ما بفولش يعني بس زي ما احنا قلنا يعني عادي الموت علينا حق.
طب بص بقى عشان انا مش فضيلك، انا هعرفك ازاي تبقى حنوتي وانت وشطارتك بقى. لا ده احنا تجار شطار قوي قوي قوي، قول بس انت عليك واحنا هنفهم على طول برابنت. اول هام لازم تعمل دعايه كتير كتير قوي، واول شغلانه ليك تبقى واحد من قرايبك عشان ده اللي هيعمل لك الدعايه الصح. واحد من قرايبي ماشي. وتاني هام؟ تاني هام لما الشغل يمشي معاك شويه تجيب لابتوب زي ده وتسجل عليه اسماء الحتت وبياناتها. حلو والله. واكتب بقى للذكرى الخالده مثلا ولا حاجه؟ لا ده لزوم الشغل الصح عشان الزبائن تدور عليك. طب وبالنسبه ليا انا بقى معلم اجيب واحد زيه كده؟ هتجيب واحد زي ده تعمل بيه ايه؟ انت عارف اسمه ايه اساسا؟ لابتوب. لابتوب؟ لا طبعا ما اسموش كده، اسمه لابتوب. وبعدين انت مش محتاجه، انت بكتيرك هيبقى معاك مقطف وكوريك. ماشي. انا حنوتي ابا عن جد، والكتاب ده فيه اسرار المهنه وكيف تتعامل مع الحتت. بس الكتاب ده مش ببلاش، ده ب 100 جنيه تمن الكتاب والعطله. لا قوي 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 عينيا يا معلم. يا سلام، يعني الكتاب ده هيعلمني كل الحاجات بقى اللي هي في الدفن وتعمل ايه مع الميت لما يموت وكده. بالظبط كده. بنشتري اتنين يا دوله. تعمل بيه ايه؟ تعمل بيه عشان لو جه حتتين. ما هنقرا من نفس الكتاب. يا غبي يا غبي، وريني شطارتك بقى. وش حلو عليك، انا شامم ريحه شغل. روح بقى وتعامل مع الزبون، دي فرصة. معقولة أوام كده؟ أوام أوام يعني ولا؟ خلص وريني شطارتك. ماشي يا معلم ماشي، يعني واضح إن أنت خبير، يعني حتى الفيل اللي أنت دفنه ومعلق صورته ده يعني ما شاء الله عليك والله يا معلم. حاضر حاضر. راح فين؟ راح فين؟ هنروح ندفنها بقى. ندفن إيه؟ ندفن إيه؟ ندفن الورا دي؟ لا يلا هي دي ماتت لحد ما تلاها. اقعد اقعد اقعد. ماشي ماشي، ربنا يسهل لك يا دولة. إيه كلنا لها، شدي حيلك امال ما تعمليش في نفسك كده. انا مش قادر اصدق انه خلاص انتهى. راح راح. ايوه ما هو ما دام مات يبقى راح، وضع طبيعي يعني، بس الباقي في حياتك يعني. شدي حيلك شدي حيلك. اصلك ما تعرفش غلاوته كانت عندي شكلها ايه. ايوه اكيد هو غالي عندنا كلنا يعني، بس ما تقلقيش يعني، مع حضرتك عادل سعيد حنوتي السعاده الابديه يعني، فان شاء الله هظبطك واظبط المتوفي باذن الله. بص لو حد فين وعايزك تكون حنين عليه ورقيق، انت ما تعرفش كان غالي عندي قد ايه. والله غالي علينا كلنا حضرتك يعني، ان شاء الله هتفينه من غير ما هو يحس باي حاجه. حضرتك بس اديني العنوان وانا هتصرف يعني. بص بص جماله، الجمال ده كله راح. هدر هدر هدر. لا 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 اوعى تقولها، ما تنطقهاش. انا بقوله يا ميشو. اهو ميشو بقى مش ميشو، اهو كلب يعني. وده مات ازاي يعني حضرتك؟ مات امتى؟ مات من ساعتين في حادث فظيع. حادث فظيع ده اكيد مثلا في عظمه اتحشرت في زوره، ولا كان بيعدي الشارع وهرب من السلسله، ولا ايه؟ حادث بشيع 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 بشيع. ايه اهو كلب وراح وخلصنا منه. عاجبك البوز الاخص انت؟ نحسني دايما نحسني. شفت؟ معلش هي البداية كده. أنا عن نفسي بدأت بالقطط. أنت بقى دلوقتي تروح تشوف واحد من قرايبك وهو اللي هيعمل لك دعاية وتسويق. ماشي. أنا هروح أشوف أي حد من قرايبي ولو ما لقيتش بابا. يا ياسمين يا حبيبتي تعالي، عايزة إيه؟ بابا أنا سألت ميس الرسم بتاعتي وقالت لي إن مفيش مسابقة اسمها كراريس الرسم الدولية. لا دي كانت موجودة، ممكن تكون اتلغت، لكن كانت على أيامنا كراريس الرسم المسابقة موجودة يعني. وكمان المدرسة بتاعتي قالت لي مين البق اللي ضحك عليكي وقال لك كده. قالت لك مين البق؟ إيه البق اللي قالته ده؟ ما هو المشكلة ده يظهر عتل ولا إيه مش عارف. أبي عادل فين بقى اللبس اللي قلت هتجيبهولي؟ انا بعت كل هدومي خلاص ومش عارفه اخرج من البيت دلوقتي. ما انا كنت هجيب لك لبس، بس اللي هو صاحبي اللي هو عنده محل بتاع لبس ده، المحل ولع فحصل ماس كهربائي بعد ما المحل ولع، فهو هيصلح الماس في الولعه وهجيبهولك يعني ان شاء الله. يا بيه حرام عليك بقى، كفايه كلام. عادل خلاص جهزت كل الشنط عشان سفريه رحله القمر طالب وسي. ايه ده انت جهزت الشنط بحق حقيقي ولا ايه يا رني؟ طبعا انت فاكرني بهرج الشنط جوه في الاوضه. فين التذاكر؟ التذاكر ما هو بص يا رني، انا غيرت وجهه السفر يعني، مش هتبقى زي ما قلت لك تايلاند والصين، لا هتبقى حاجه تانية. فين؟ هتبقى اللسان. ما عندكش اي حاجه يا استاذ عادل، انت زي الفل.
زي الفل. ازاي يا دكتور؟ حضرتك يعني ده انا حاسس بأرق جامد جدا حضرتك، ده انا ما بعرفش انام خالص يعني. انا بقول لك انت ما عندكش اي حاجه، بس نصيحتي ليك ما تفكرش كتير. هو ده بس العلاج؟ طب حضرتك مثلا ما فيش حبايه، ما فيش دواء، ما فيش اي حاجه، على الاقل اعمل بالقرشين اللي حضرتك واخدهم يعني. الدواء اللي معايا ده مش بتاعي يا استاذ عادل، ده بتاع زبون. بتاع زبون؟ يعني الزبون ده اجدع مني؟ الزبون بيدفع لك فلوس وانا بدفع لك طوب يعني؟ انا بصراحه مش هيجي لي اغلى منك يا استاذ عادل، بس لازم اقول لك حاجه، الدواء اللي معايا ده بينيم يومين. يومين يا استاذ عادل؟ حبايه واحده تنيم يومين بالظبط. متشكر قوي يا دكتور، ربنا ما يوقف لك رمزي في طريقك ويجيب لك صداع زي كده. امين عليك. السلام عليكم. الله يخليك، مع الف سلامه يا دكتور. حبايه تنيم يومين، اهلا اهلا اهلا. انا مش محتاجها، انا اعملها الرمزي. وادي كوبايه الشاي بتاعته، ويا سلام كل يوم انيمه يومين. كل يوم يومين. تعالى لي يا رمزي. ايه الراجل الغامض ده؟ ايوه استاذ، تحت امر. انا بس كنت ايه ده؟ مين؟ ابراهيم عطا، مرعب تانية خمس علوم. مين؟ عادل سعيد، رفيق كفاحي في الحياه. ازيك؟ انت فينك يا راجل؟ عامل ايه؟ لا رفيق الكفاح ايه بقى؟ الكفاح ده كان زمان، دلوقتي يا سيدي عندنا الكفاح في الدنيا بقى، البازار والبيت والعيال. اهلا اهلا، اتفضل. اخبارك ايه يا عم؟ انت عارف طبعا اني اتخرجت من كليه الشرطه، ودلوقتي بعمل تحريات عن قضيه كبيره قوي. انت طول عمرك كان نفسك تبقى شرطه واكشن، تحريات بقى قضيه كبيره اكيد، ده قضيه مخدرات مثلا؟ لا، تجاره سلاح. يا صباح البارود. طب وده ايه علاقته بالشارع بتاعنا يعني؟ في اتنين بيقعدوا على القهوه اللي جنبكم، كمان نص ساعه هيتفقوا على شراء صفقه سلاح كبيره قوي. صفقه سلاح، وانت بتراقبهم عشان تقبض عليهم؟ طب انت مش لابس اللبس بتاع الضباط اللي هو بنجوم وكده ليه؟ ده انا لازم اظهر كده، لان انا بوليس سري، ومش معقول افضل اراقب الناس شهور طويله جدا وانا لابس لهم ميري. فكره برضو، فكره صح، برافو عليك. ما انت لو لابس ميري هيعرف انك ظابط. صح صح صح. وخلاص هانت العمليه دي، اصلها كبيره قوي واكيد هاخد فيها ترقيه. والشنطه اللي معاك دي بقى ان شاء الله تاخد الترقيه، الشنطه دي بقى بتاعت الشغل ولا عده الشغل؟ اجهزه تصنت وكاميرات مراقبه. لا ربنا يوفقك ان شاء الله. انت ماسك دماغك ليه؟ في ايه؟ باين عليا خدت ضربه شمس، حاسس بصداع. ما لقيش عندك حاجه للصداع؟ تلاقي عندي حاجه للصداع طبعا، يعني انا كفايه بس شنطه الاسعاف اللي هي بتاعت العربيه دي، بس ما اعرفش تشتغل جوه البازار ولا لا. هجيبها لك، ولو ما ينفعش هجيب لك المسلق، هجيبها لك. هتصرف هتصرف. ميل وزميلي وايه اللي متلقى هنا ده؟ انت جبت الحبايه؟ حبايه ايه يا عم؟ ايه ده ماسك راسه؟ يبقى اكيد عنده مغص. اكيد. خد اشرب شويه شاي دي، يعني يمكن تخف ولا حاجه. اشرب. لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا لا، اشرب 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 اشرب. لا اله الا الله، انت ايه اللي جابك هنا وجاي تموت عندنا هنا ولا ايه؟ ها فقت ولا ايه؟ بص انا لقيت لقيت حبوب، بس هي منتهيه الصلاحيه لكن شغاله يعني. انت ايه يلا عملت ايه؟ دول انا خلاص يا دول قمت باللازم كله يا دول، وشرب كوبايه الشاي هون، وزي ما انت شايف خافف اهو. خفيف؟ اشرب الشاي. مش ده شايك؟ من امتى كان عندك الكرم ده؟ بتديله الشاي بتاعك يا ابراهيم؟ ابراهيم ابراهيم، ده فيها يومين يلا يخرب بيتك. اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ طب انا اعمل ايه يا دولا؟ طيب ما انا لقيته كده هون يعني، فمش مهم بقى دولا، اللي انكسر يتصلح يا دولا. يتصلح ايه ويتهب بايه؟ طب وشغله يا ابني؟ والترقيه اللي مستنياه؟ والسلاح؟ سلاح ايه يا دولا؟ سلاح التلميذ؟ انت انت بتتكلم كمان؟ بتهزر بتهزر؟ ده الراجل ترقيته هتوقف. اعمل ايه؟ لازم اتصرف لازم اتصرف. هات لي الشنطه دي يلا، هات لي الشنطه دي. ماشي. شنطه ايه ده دول؟ هو بيصلح دشاشي؟ هات الشنطه وحط النماذج. هات الشنطه وريني فيها ايه. حط. انا احاول انقذ ما يمكن انقاذه يعني. وريني وريني يا ابراهيم يا ابراهيم. مش مهم بقى دول. ده ايه ده؟ ايه ده دول؟ ده اكيد اجهزه التصنت. تصنت ايه دي؟ اسمع كده، سامع حاجه؟ لا يا دول، ما هو ده التصنت، ما حدش يسمع. ماشي يا دول. الصور دي ده اكيد صور المجرمين. مجرمين ايه دولا؟ دولا دي صور المجرمين. انا لازم اتصرف يلا، لازم اتصرف. اتصرف ايه دولا؟ تعمل ايه؟ بقول لك ايه، انا هكمل مسيره وانا اللي هعمل العمليه دي بنفسي. عمليه ايه دولا؟ انت بقيت دكتور ولا ايه؟ اسكت اسكت، ما توهوش عليا. ها سيبني سيبني، ما تشوشرش خالص. العمليه دي لازم انفذها. انا هطلع على القهوه يلا، لو بعد ساعه لقيتني ما رجعتش
بلغ البوليس. حاضر يا دول. بعد ما تبلغ البوليس بساعه، واخد بالك لو البوليس ما جاش بلغ البوليس تاني. حاضر يا دول، انا وراهم من زمن طويل. ماشي ماشي. يخرب بيتك، اوعى اوعى من وشي يا ابراهيم. يا ابراهيم ماشي، انا هنفذ العمليه. خلص ماشي يا دول. ماشي يا ماما، دول مش مجرمين، دول تجار سلاح بس. يعني ما ده اصخم وادل سبيل. يا عادل، انت مش عارف ان تجار الاسلحه دول هم المسؤولين مسؤوليه تامه وكامله عن امداد وتمويل الخارجين عن القانون بالاسلحه البيضاء والسوداء. طيب شفت، انت قلت يا رانيا المسؤولين عن امداد، يعني ناس بيمدوا ناس بحاجات، يعني زيهم زي رجال الاعمال، وضع طبيعي، خايفين عليا من رجال الاعمال. يا ابني يا ابني، انت مش قد الناس دول، انت مش قد اللي بتعمله ده. مش قدهم ازاي؟ انا لازم اقوم بدوري. لعلمك يا جماعه، انا حاسس بمسؤوليه كبيره جدا، لان انا السبب في اللي حصل للراجل ده، انا وزفت الطين رمزي. فعشان كده يا جماعه لازم اقوم بخدمه انسانيه. على حساب الامن والامان القومي لبيتنا الهادئ الساكن السعيد. يا رانيا ما تخافيش، بيتنا هيفضل زي ما هو. وبعدين في بقى كمان مكافاه كبيره جدا، لان القضيه كبيره جدا، غير بقى المكافاه المعنويه اللي احنا هنحس بيها لما ننقذ مصر. طب يا ابني، تجار السلاح دول شكلهم ايه؟ يعني هيكون شكلهم ايه؟ اكيد واحد فيهم مثلا معلق بندقيه بتاع دي الرشاش ده على كتفه مثلا، واحد تاني جسمه من الرش مرشش يعني مخرم، هتلاقي واحد تالت مثلا مبتدئ، ممكن يكون ده بادي بقصافات بعد كده يخش مطاوي قرن غزال، يعني لسه في اول طريقه يعني. لا 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 لا، انا مش مطمنه. افرض اصبت بطلقه طائشه فجاه. طب قول لي يا ابي، المكافاه دي ممكن تطلع كام؟ اروح القسم اسالك واجي، ده اللي همك يعني انا جلاء. وانت بقى يا جيمس بوند يا 007، عصرك واوانك. فاكر انك قد العمليه دي؟ اه طبعا قدها. مش قدها ليه؟ وبعدين انا معايا اجهزه حديثه جدا بتكتشف المجرمين، والاجهزه نفسها اكيد ممكن تكون بتقبض عليهم بطريقه ما يعني. لا 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 لا، مش مطمنه. افرض حصل تبادل اطلاق نار. لا، لو حصل اي تبادل اطلاق نار معايا درع واقي، معايا الواد رمزي، هحطه قدامي ياخد هو طلقات النار، واقوم انا طالع من وراه وضرب البول كده هو بقى. لا 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 يا عادل، لا يا حبيبي، انا مش مطمنه. لا 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 لا، بصوا يا جماعه مفيش وقت، حتى لو انتوا شايفين ان انا اتهورت، مفروض بقى ما ترجعونيش على القرار اللي انا خدته. ساعدوني، ادعوا لي اقل حاجه. هو طالما فيها مكافاه، قصدي طالما فيها خدمه للبلد والمصر، احنا وراءك يا عادل. والمهمه دي محدش يقدر يعملها غير واحد زيك، شجاع مكجوار بيحب البلد. مكجوار دي اكتر حاجه عجباني صراحه يعني يا رانيا. انا ان شاء الله طبعا شجاع ومكجوار معروفه جدا، بس اهم حاجه بقى الخطه. انا عامل خطه جامده جدا، انا عاملها على عده مراحل. المرحله الاولى او مفتوح الباب. خليك 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 خليك. دول حبيبي. عايزين ايه يا عم المقابله دي يا عم؟ انا لقيلك تعالى. ايوه دول، مش انت اللي قلت لي تعالى واعمل؟ وايه اللبس اللي انت لابسه؟ انت عديت على وكاله البلح يالا؟ يا دول وكاله بلح يا دول، هو ده موسم بلح برضك يعني؟ اهم حاجه اهم حاجه، انت مش هتفهمني ايه العصايه اللي في ايدك دي. هم قالوا لي حطها كده اهو يالا، وانت ما حدش اهو. اه ما حدش اهو. يعني العصايه دي هي اللي هتمكرك يعني؟ يخرب بيتك. المهم اتفقت مع الواد حته على كل حاجه؟ كل حاجه اتظبطت يا دوله، وبيقول لك ان كل شيء هيبقى 100 الصبح بدري قبل ما الواد فتلى يجي. قبل ما فتلى يجي الصبح بدري. ماشي، ظبط معايا ساعتك. حاضر يا دوله. في تاريخ عالم المخدرات حصلت يا ميكروباص. بص بقى خير، احنا بعد ما نبيع لبلدياتنا الكرديات دول نكنلنا سنه، وبعد كده نلقط رزقنا في تجاره السلاح. المخدرات خلاص يا خيال اتشمت. جتك نيله عليك وعلى افكارك المعفنه. اخيرا عبطت عليك يا ميكروباص انت وخيال. كده خيال وزيت عليا. وزيت ايه؟ وزيت ايه؟ اسمع يا توك توك، انا هتحبس معاك. حضرتك بقى الخلافات دي تحلوها هناك بقى في الحبس. المهم حضرتك تعرفني انا والحيوان ده؟ انا ما اعرفش حيوانات ولا اعرف ولا ارضى انهم يكونوا من عصابتي ومن صبيان. اتحقق كويس يا خيال. جرى ايه يا باشا؟ انت ادرى مني صبياني؟ ما هو لو دول من العصابه الحكم هيتخفف. جرى ايه يا سعاده الباشا؟ ما الراجل قال لسيادتك يعني ان هو ما يعرفناش. انت عايز تلبسنا مصيبه وخلاص؟ ماشي يا مصر يا اللي ظباطك. لا لا لا، بس بس كفايه يا شعر يا ابني كفايه. انت بقى لازم تجهز كده هو برقصتين على اغنيتين، عشان في الزنزانه هتقابل تأبيده. تأبيده هناك؟ لا لا يا باشا انا بريء. لا البرش ما يجمعناش، انا بريء. قدامي بريء. قدامي بريء. يا خيال. ولا يدول مش خيال ده شبه تورماي اللي احنا قتلناه يالا في
لخمة راس. يا كبير. السلام عليكم. ازيك يا رن؟ ازيك يا بيبي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بقول لك ايه، بدل ما انت قاعده بتقري في المجله كده اهو، قومي اعملي لي لقمه كلها، انا جاي ميت من الجوع. يا بيبي غذاء العقل مفيد جدا جدا للروح. لا غذاء البطن اهم كتير يا ماما، لان الواحد لو ما شبعش هتطلع روحه. يا حبيبي غذاء العقل هو اللي جاي، غذاء المعلومات هو المنتشر دلوقتي، لان في ثوره معلوماتيه في العالم ضخمه جدا. يعني انا مثلا هدي لك فور اكزامبل، مثلا عندك البي سي مثلا، لما بنحط البي سي ده، البي سي يا حبيبي اللي هو البيرسونال كمبيوتر. ما تجيبليش سيره الكمبيوتر ده لو سمحت يا راني. هو في ايه يا عادل؟ وانا كل ما اكلمك تعمل كده بقى؟ عندي مشاكل كتير جدا في الشغل سبب الكمبيوتر. في ايه يا عادل؟ ايه المشاكل؟ طمني. زفت الطين رمزي ده، انا مش عارف اعمل له ايه، يعني فعلا بيخسرني كميه خساير ما فيش حد يقدر يتحملها. ده يا رانيا غبي جدا جدا. طب واللي عنده الحل اللي يريحك؟ يا سلام، عندك الحل وسايباه قاعد في قرابيزي بقاله قد ايه؟ ما تقول يا رانيا. الحل عندي في المجله دي. ايه سم فران مثلا؟ اعلان عن سم فران؟ والله ممكن تبقى فكره، احطه له في الكوكتيل ونخلص منه. لا يا بيبي مش اعلان عن سم فران، دي عياده جديده تقوم بتنميه الذكاء، يعني بياخدوا الواحد كده وهو غبي كده ومفلحس على عينه، وبعدين بقى ايه يقوموا عاملين له حاجات كده معينه، وبعدين فجاه يبقى جينيوس واذكى واحد في التاريخ. لا انت مش فاهمه رمزي، رمزي استحاله حاجه زي كده تنفع معاه، ده عباره عن كتله غباء متحركه، ده الماده الخام للغباء، يعني عارفه زي اليورانيوم كده ما بيبقى مشع، رمزي بيشع غباء، يعني ممكن ياخدوا منه ويعملوا قنبله الغباء اللي هتدمر العالم. طب يا بيبي ما تجرب يا حبيبي، انت مش هتخسر حاجه، احتمال كبير قوي الموضوع ده ينفع معاه ويتحول لبني ادم ذكي ويرحمنا بغبائه من تدمير حياتنا دائما كده يعني. لا 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 مش هينفع، عارفه